الفيديو الكامل. مفاتيح سميث للقيادة الآمنة. المفاتيح دي عبقرية، لما هتفهمها هتستفيد منها. أول مفتاح اللي احنا قلنا عليه انظر بعيدا، بعد كده خد الصورة الكاملة، بعد كده حرك عينك باستمرار، بعد كده اجعل لنفسك مخرج، بعد كده التواصل البصري. أنا لما بصيت بعيد رصدت الخطر زي ده، ولما رصدت الخطر كبرت حجم الصورة شوية لقيت أخطار تانية موجودة. طب أعمل إيه؟ بدأت أدور بعيني على المخارج، لقيت المخرج. بعد كده هعمل إيه؟ هبدأ هعمل التواصل البصري، إن أنا هوصل مع الراجل وتواصل معاه إن الأماكن ده آمن ليه، آمن هخش. النظام ده لو أنت اتبعته في السواقة، في الخمس مفاتيح، إنك تنظر بعيدا وإنك تاخد الصورة الكاملة وإنك تحرك عينك باستمرار وإنك تجعل لنفسك مخرج وإنك تتواصل مع الناس، كده نجدت نفسك ونجدت غيرك. لو احنا قدرنا نفهم المنظومه دي ونعملها في اقل من ثانيه لو قصدت خطه وقصد منك، هتنجد نفسك وهتعدي منه ان شاء الله. مفاتيح سميث دي بتدرس في ايام، مش في ساعه ولا في دقيقه ولا في ثواني، دي في ايام. اللي بقوله لك ده حاجه لوجه الله، اني انا بشوف حوادث كتيره جدا مميته واخطائها بشريه كليا من العوامل المحيطه بيها. المفاتيح دي لو انت فهمتها وتعلمتها وركزت فيها هتلاقي كل يوم انت بتنفذ حاجة منها. حاول تدمجهم مع بعض، لو دمجتهم مع بعض هتخرج آمن وهترجع آمن ومش هتسيب حد ولا حد هيسيبك. السواقة مش معمولة عشان المنافسة، السواقة معمولة عشان تنقلنا من مكان لمكان. انا لما جبت عربية، انا مش انا شخصيا يعني، انا بتكلم عن انت او انا او اي حد، لما جبت عربية جايبها الهدف واحد بس، ان تنقلني من مكان لمكان، وهي معدة انها تنقلك من مكان لمكان، مش معدة نبقى في تنافس ما بيننا على الطريق، لان في الاخر دي حياتك وحياتي. انت عندك اسر وانا عندي اسر، احنا عندنا ناس بنجري ورا منهم، كل واحد بيجري ورا اسره. لو انصاب او مات او حصل له حاجه او حصل مكروه او حصل له كسر او قعد في البيت قعيد او ما نفعش، لن تستفدت ولا نستفدت. احنا ضرينا بعضينا بسبب تنافس على الطريق. التنافس على الطريق في السواقه غير مقبول بالمره. الموضوع كله موضوع التعامل شخصي. انا اتربيت على نظام وهطبقه في حياتي الشخصيه، وحضرتك اتربيت على نظام بتطبقه في حياتك الشخصيه. النظامين دول لازم يتوافقوا مع بعضهم على الطريق. انت محترم وانا محترم، هنعدي باحترام، هنمشي بامان، هنوصل لكل الاماكن بامان. لو في حاجه متغيره في المنظومه دي هتحصل عجرفه، هيحصل مشكلة، هتحصل مشاكل كتيرة، هيحصل حوادث، هيحصل ناس بتموت، هتحصل تلفيات في مالك الشخصي وأموال الدولة وأموال المنشآت وأموال الشركات وأموال كل حاجة بسبب التنافس. الموضوع مش تنافس، الموضوع كله من أوله لآخره تعامل شخصي راقي. استخدم العربية على إنك نازل برقي، أنت نازل تتنقل من مكان لمكان ومبسوط وحس ترجع مبسوط. ما تخليش حاجة تضايقك على السواقة ولا حاجة تنرفزك في الطريق. كلنا على الطريق اسمنا سواقين، كلنا على الطريق اسمنا قائدين مركبات، كلنا على الطريق شخص واحد بس مسؤول عن أرواح ناس، سواء إذا كنت مع أسرتك، سواء إذا كنت فرد لوحدك، سواء إذا كنت مع مراتك، سواء إذا كنت مع ناس شغال بيها، سواء إذا كنت بتنقل ناس، سواء إذا كنت بتنقل أرواح شركات، كلنا مسؤولين عن الأرواح. فخلي بالك، موت النفس مش سهل.